على البيت لقيته هدومه كلها مليانه دم، ماسك السكينه مليانه دم، وطلع على الراجل خلص على الراجل بسهوله كده. ما صعبش عليك ولادك، ما صعبش عليك بنتك، ما صعبش عليك ابنك. قسما بالله يعتبر ما بقاش فيها ده دار القصر. جاب السكينه وحاول اللي هو يخوفني، كان عايز يقتلني، بس انا ما خفتش. ما خلاص انت خدت امي، خدت حته مني، هخاف على نفسي. انا من دار من جويه، واتدمرت اكتر لما دخلت على غصب اختي وشفتها. مفيش بصي، مفيش عقل ولا منطق يقول ان هو عامله في اختي ده. مفيش حنيه، ما تفتكرهاش هي عملت لك حاجه حلوه. اتدمرت من بعد امي، اتدمرت وهي مستنيش الموته دي. تصفي روح عشان الفلوس، عشان الفلوس تيتم عيالك، تشرد عيالك عشان الفلوس. احنا كنا في الدكان، فاتحين الدكان بقاله. احنا كنا في الدكان على حوالي الساعه 10، واليوم كان عادي خالص، وكان جاي ياكل على المغرب، وكان اليوم عادي خالص اصلا. ماما واجي على الساعه 10 وخرج وساب مصاريف كمان 100 جنيه، اول مره يعملها اصلا اللي هو يسيب مصاريف. انا استغربت. ماما واجي على الساعه 10، امك فين؟ قلت له امي مريحه شويه. قال لي طب صحيه؟ قلت له في حاجه ولا ايه؟ قال لي لا ما فيش حاجه صحيه. المهم رحت مصحيه، راحت قايمه، قال لها امي كلمي عمتي. قالت له ماشي. قامت، عدى ساعة، عدى ساعة ونص، ساعتين، رنيت عليه أمي فين؟ قال لها ريحتك وريحتها وريحت نفسي. طب المهم أنا بقيت في هدوء، رحت قافلة الدكان، الناس معايا قفلت الدكان، ما كنتش هقفله أصلا، الناس اللي قفلته معايا. المهم مشيت بقى، رحت على البيت لقيته هدومه كلها مليانة دم، ماسك السكينة مليانة دم، وطلع على الراجل خلص على الراجل. بس انا ما شفتش حكايه الراجل ده، انا اللي اعرف اللي هو خلص على الراجل. مو بقول له امي فين، قال لي انا ريحتها. منعني ان انا اروح اشوف امي، ان انا الحق امي، ان انا اشيل امي، منعني، ومنعني ان انا يعني اعرف مكانها فين. ما قاليش، اللي اعرفه اللي هو خدها ناحيه ورا كده ناحيه اخته، هو اللي عمل كده، عمل جنب اخته، المكان اللي قتلها فيه جنب اخته. طبعا معاه البوك بتاعها، فتش فيه طبعا عشان يجيب مواد مخدرة، سبع سايحة في دماغه، ويفتش في البوك بتاعه، مش عارفة ايه، ملقاش في حاجة. فحب انه يلجأ للشخص دوت عشان يجيب منه مخدرات. الشخص التاني طلع قتله في محل مسكنه، مسكن الراجل ذات نفسه، في بيت الراجل ذات نفسه. طلع عليه راح قعد عايز مخدرات، عايز، قال له مفيش، او مرضيش يديله تقريبا، برضه دارت ما بينهم مشاجرة برضه. راح برضه نفس اللي عمله راح عمله، وبعد كده سمع غزه برضو. بعد كده سمعنا بقى اللي حصل وكده، وبعد كده ددع عليها. بس اللهم لك الحمد، الناس كلها عارفه هي ايه، بلدنا كلها عارفه هي ايه، هي عاشت راجل وماتت راجل. منه اللي جاي النبي، منه اللي كانت بنتي واختي حبيبتي وكل حاجه، كانت مخليانا مش عاوزه حاجه. ده كان اللي حصل. يا لهوي يا لهوي عليك يا بنتي، يا لهوي يا بنتي، يا لهوي يا بنتي، هروح من بعدك فين؟ يا لهوي يا بنتي، يا رب يا رب. يعني ست شقيانة وتعبانة، والبلد كلها الحمد لله ولله الحمد. عارفة يا دي شقيت وتعبانة على ولادها 25 سنة شقة وتعب. هي كانت الأم والأب لولادها، هي كانت السنة اللي كانت الظهر، هي كانت كل حاجة. استدركها من محل أكل عيشها بحجة إن تعالي نكلم أختي، يعني اللي هو أختي، واحدة في الشرقية وواحدة هنا، على أساس إن هي تيجي تروح، هي أختي اللي تروح تسلم على أخته عند أخته التانية. فقالت له عادي، هي كانت الله يرحمها ألف رحمة ونور عليها، كانت إنسانة مسالمة جدا، طيبة جدا 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 جدا، حنينة جدا، فمش واخدة حاجة. فيلا يلا، أثناء ما هما كانوا ماشيين ضرب مشاجرة ما بينهم كلاماتية على 2000 جنيه، عايز 2000 جنيه عشان يشتري مخدرات. بس
قالت ما فيش معيش فلوس، انا داخل عليا مدارس، داخل عليا الولاد، عايزه ابعت لابنك فلوس في الجيش، مش عارفه ايه. قالت مكالمه بقى ومشاغرات بقى، وراح مطلع من جيبه على طول، وراح في ثانيه وهي واقفه في قلب الارض الزراعيه، بينها وبين مثلا المحل اللي هو اصطحبها منه مسافه، مش يعني مسافه. راح مطلع البتاع من جيبه، السكينه من جيبه، وراح طعنها عده طعنات وسابها مرميه في الارض. قتلها 7 طعنات. بيشهد ربنا ان هي يعني الدنيا كلها عارفه هي ايه. طول عمرها شقيانه، وطول عمرها تعبانه، وطول عمرها صاحبه صاحبتها، وطول عمرها حبيبتنا، وطول عمرها حبيبه الناس. بسم الله ما شاء الله، هي شهيده. اختي ارقى عليها شهيده الغدر، لان هي لا حول ولا قوه الا بالله، ما عم بتعملش حاجه وحشه في حد. البلد كلها ولله الحمد والحمد لله عارفه هي ايه. امي اتمرمطت 25 سنه في البيت. امي كانت بتعدي كده، كانت بتيجي هدومها بالشر ميه في الشتاء، خدش بتاكل امها من غيري. نروح سوا ونيجي سوا، مش بنسيب بعض. انا يعني انا عايزه حق امي، ومش عايزه حق امي اللي هو يعيش، لا انا عايزه اعدام. بقول للدنيا كلها ان انا عايزه اعدام. كانت في عز الساعة وفي عز التلج تمشي بهدومها مبلوله ميه عشان عيالها. كان كل الهدف الاولاني والاخر واي حاجه ليها عيالي، هم نور عيني، هم حقيقتي، هم كل حاجه. بس ما كناش نعرف يعني ان توصل كده، يعني عشان ما فيش يعني تزهق روح ليه؟ امي، ابويا، اختي، اخويا، صاحبي، كل حاجه ليا. ما كنتش بنام الا في حضنها، كنت نقعد ناكل مع بعض. كانت لما بمشي على الجيش تديني شويه حاجات مع بعض. الكلام ده كله اتقطع، هي قسمت ظهري، يعتبر ما بقاش فيها ظهر، ظهري اتكسر خلاص. الشهادة لما وصلتني على ان انت عاوزاني اوريها لك وانا جاي من الجيش، ان شاء الله اوريها لك. كانت كل حياتي، كانت امي وصاحبتي واختي وخالتي ودنيتي وابويا وكل حاجة، هي اللي كانت محسساني بكل حاجة. هي اللي كان كل ما معايا يام تجري، يام تقول لي قلب امي، هي كل حياتي، ماليش غيرها. مش 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 كل ده حواليا، مش اهلها حواليا، بس انا ماليش غيرها فعلا. انا قلت لهم النهارده انا ماليش غير امي، هي امي، هي كل حياتي، هي عمري كله اصلا. انا اتكسرت من غيرها، انا دلوقتي عايشه في زون، انا مش مصدقه ان امي حصل لها كده. انا امي معايا، وهي مش زعلانه مني عشان انا ما خدتلهاش حقها. هي مش زعلانه مني، وانا عارفه ان هي زعلانه مني، وبقول لها قدام الدنيا كلها ورحمتك يما، ورحمتك يما لا جبت حقك، جاب لها حقها ان شاء الله. طب كسلنا، انا عندي اخ عنده 10 سنين في ظهور، مش حاسس. كل شويه امك فين، امك فين، امك فين، اقول له ايه؟ كنت انا مش عارفه اقول لنفسي ايه، اقول للعيال الصغير ايه، ولا الكبير اللي متمرمط اقول للكبير ايه؟ كبير في الجيش كان ما عايز حاجه، يام 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 يام، كلنا يام يام يام، مفيش اب خالص. هي كانت بتجري بينا الساعه 3 الساعه 4 الساعه 5 الفجر العصر الظهر، هي كانت بتجري بينا، هي كانت بتاكلنا. كان هو يسيبنا جعانين اليوم كامل، وهي اللي تاكلنا. يوم ما قتلها قتلي بعتها تجيب فراخ، قال لها عاوز اكل محشي، بعتها تجيب فراخ ومحشي واكلته. اكلته قبل ما يقتلها بنص ساعه. شفتوش ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ ما واحد ياكل من واحده يقتلها؟ ايه؟ مفيش بشر، مفيش حنيه. ما تفتكرهاش ان هي عملت لك حاجه حلوه. كل اللي انا عاوزاه يشنق عشان ابرر قلبي الحق. والله يا قلبي انا ما جال لها كده، ما جال لها النوم دي، ولا النوم اللي كان غنيها فيها دي. بعد ما وقفت جنبه، بعد ما كافحت، بعد ما يعني توصل بيه كده، يعني انا مش عارفه، انا مش قادره اصدق، انا حاسه ان انا في حلم لسه بحلم. توصل بيه لدرجه ان هو يزهق روح بسهوله كده، بسهوله كده. ما صعبش عليك ولادك، ما صعبش عليك بنتك، ما صعبش عليك ابنك، ما صعبش عليك الطفل اللي بيسال على والدته كل شويه، فين امي فين امي فين امي، ما صعبش عليك كل ده. هتروح يعني هتروح من ربنا فين؟ عشان الفلوس؟ عشان الفلوس؟ انت طول عمرك
طول عمرك كنت بتاخد فلوس، هاتي خدي هاتي خدي هاتي خدي، بس توصل بيك الدرجة ان انت تزهق روح عشان الفلوس، عشان الفلوس تيتم عيالك تشرد عيالك، عشان الفلوس، فلوس تخليك تحرمنا من اختنا، تحرمنا من حتة مننا. هتروح فين من ربنا؟ ربنا كبير، ربنا منتقم جبار، واحنا ان شاء الله حقها راجع. عجبتني قوي، وانا نايمة على شبيتها كده وبقول لها يا ام بالله قومي، انت انا لسه ما دخلتكيش بيتك، انت وحشتيني. انا مش مستوعبة، لا امي قاعدة معايا، انا في ذهول، انا امي قاعدة معايا، مش يعني انا بقول كده عشان هي فعلا قاعدة معايا، انا حاساها جنبي، بتيجي تعدي عليا كده لما بنقعد ناكل سوا، ما كنتش باكل مع حد غيري. انا مستغربة الناس دي كلها بتقعد معايا تاكل معايا، والناس دي كلها ايه بتقعدوا معايا ليه؟ فين امي؟ فين امي؟ انا عايز امي. هي اللي كانت بتسرح لي شعري، هي اللي كانت تقول لي طلع لي هدوم، هي اللي كانت بتعمل لي كل حاجه. يا عزنا قلبي على بنتي، كسرت ده كسرت، خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيه، ربنا ينتهي منا. عشان يطلع من القضيه اتضع على ان ايه ست سيئه الايه او السمعه او الشرف او بياخد بشرف، فطبعا دي حاجه طبعا ما يصدقهاش عقل، لان ايه ده مفتري، ده قتلها في ارض زراعيه بينه وبينه 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 مسافه كبيره قوي، والتاني طالع محل مسكنه في بيته وقتله في قلب بيته، يعني ما فيش حاجه اصلا بتربط بين يعني بين ده وبين ده، ده مسافه وده مسافه. ضمننا وخد عزيمه ليا وما تستاهلش الموتة ديت، هي ما تستاهلهاش، بلد كلها عارفه ان امي شقيانه، بلد كلها تشهب كده. حقك يا حبيبتي ان شاء الله هيرجع، وانت شهيده، وكفايه ان الناس كلها القت عليكي شهاده الغدر، وربنا يغفر لك ويرحمك، واحنا عارفين ان انت بسم الله ما شاء الله كفايه مشهدها امبارح، احنا كان نفسنا نصور مشهدها امبارح، احنا حضرتك امبارح قفلنا البيت مش قادرين من الناس، زحمه فوق الخيال، مفيش حد الا لما كان بيدعي لك يا اختي بالرحمه والمغفره، وكان الناس كلها عارفه هي قد ايه انسانه مجاهده ومكافحه وطيبه وكويسه وجدع. والله العظيم عايزه اقول لك حاجه يا استاذه، اقسم بالله كان في جنازه اختي امبارح عيل اطفال من الحنيه بتاعتها، من الحنيه بتاعت يعني حنيتها على الكبير وعلى الصغير. عايزه اقول لك حاجه، والدتي اقسم بالله ما كانت بتحب تزعل والدتي ساندي، اقسم بالله. يا رب يرحمك يا حبيبتي، يا قلبي يا نور عينيا، يا حتى مني